زيارة لكل المنشآت اللي تحتضن هذه الدورة. أكيد يعني المنشأة هذه يعني تحفة واللي راح تحتضن هذه الرياضات المائية إن شاء الله، هو اللي راح يعني تبقى هذه المنشأة اللي راح يستفاد منها من بعد يعني كل الرياضيين تاعنا في هذه الاختصاصات. اليوم بدأت المنافسة تاعنا تاع زوارق شراعية، خرجنا اليوم للبحر والمستوى كان مليح. بالنسبة لي المستوى كان طالع شوية، الحمد لله إن شاء الله اليوم الجايين نعدلوا في النتائج ونشرفوا بلادنا وتحية الجزائر. الحمد لله المناسبة كانت حلوة اليوم، آخر سباق سويت المركز الثاني والحمد لله كان أحسن سباق لليوم، وإن شاء الله باكر نسوي أحسن. يوم بدأت المسابقة تاعنا وكنا نوريح أقل من هذا الشيء، مي بون مي كان كاين ريح كي خرجنا. Bon, les deux premières manches, ça s'est moins passé que la dernière manche, mais alhamdoulilah, on a su gérer la flotte.